اهلا بيكم في حلقه جديده من لينير كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم الخطي. هنكمل في الروت لوكس بلوتس للنيجاتيف فيدباك. نيجاتيف فيدباك يعني الفيدباك هنا بيبقى نيجاتيف، والكي اللي موجوده مع ترانسفير فانكشن اللي هي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن عندي بتبقى نون نيجاتيف كونستانت عندي، يعني كي اكبر او تساوي زيرو. والنهارده هناخد اكزامبل 5. اكزامبل 5 عندنا هنا مدينا الجي بالشكل ده والاتش بواحد. انا بشتغل على الاوبن لوب، يبقى بضرب الجي في الاتش، وطول ما هو نيجاتيف فيدباك عندنا يبقى بتبقى الفورورد عندي على واحد زائد الجي في الاتش. دي الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. المقام هو الكاركترستيك ايكويشن عندي بسويه بالزيرو. ستيب واحد بعمل لوكيت للبولز والزيروز، وفي الاول بجيب البولز والزيروز للاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اتش. الجي اتش عندي بالشكل ده، يبقى انا هسوي البسط بزيرو، مفيش اصلا اي قوس خاص باس في البسط، وبالتالي الزيروز عندي عددها زيرو، لا يوجد زيروز. وعندي المقام، المقام هسويه بالزيرو عشان اجيب البولز عندي. يبقى هنلقى هنا اس، ودي اس، ودي اس تربيع، هنلقى اعلى باور تقريبا اس اس 4، وبالتالي عندي 4 بولز في المقام. هناخد ده قلنا بيساوي زيرو، هيطلع عندي 4 قيم. اس بتساوي زيرو اول قيمه، اس بتساوي سالب واحد ده تاني قيمه. القوس ده احلله بالآلة يطلع بالشكل ده، يطلع عندي كومبلكس. هبتدي ارسم القيم، هعمل لها اسقاط عندي على الاس بلين، هيبقى عندي الزيرو اهو، عند السالب واحد عندي برضو بول، والاثنين هنا دول عبارة عن كومبلكس كونجيجيت بولز، تمام؟ ما عنديش زيروز خالص هنا في المسألة دي. ستيب اتنين ان انا بجيب الروت لوك. الروت لوك ازاي؟ يبقى اول حاجة برتب القيم اللي موجودة على الريال اكس، برتب البولز والزيروز الموجودة على الريال اكس فقط. يبقى عندي هنا القيمة دي هتبقى واحد، والبول اللي هنا ده هيبقى ترتيبه رقم اتنين، ومعروف طول ما دي كلها بولز معروف ان عندها الكيت دايما بتبقى بزيرو. يبقى عند الاوبن لوب بولز دايما الكي بتبدأ بزيرو. هبتدي بعد كده ارسم الروت لوك. هبدأ من كده من على اليمين، اول قيمة هتقابلني سواء بول او زيرو على شمالها مباشرة في روت لوكي هنا. طب اللي بعدها مفيش اي حاجة تاني على نفس الخط، يبقى عندي روت لوكي واحد، تمام؟ يبقى بعد كده ستيب تلاتة بجيب النمبر اوف برانشز عبارة عن ماكسيمم ان وام، يبقى عندي اربعة والام بزيرو يطلع اربعة، يعني اربعة برانشز اصليين هرسم بيهم المسألة اللي هم المنحنيات، يعني دول بيقولوا الملا نهاية. عشان ارسم المنحنيات دي مش هعرف، هروح لستيب اربعة. ستيب اربعة بتساعدني ان انا اجيب الاسيمبتوتس، الخطوط التقاربية دي عبارة عن لاينز مستقيمات بتروح لما لا نهايه. اول حاجه النمبر اوف اسيمبتوتس عباره عن ان ناقص ام بيطلع 4. عندي كمان نقطه الانترسكشن بتاعت الاسيمبتوتس، النقطه اللي هرسم منها اللاينز دي عباره عن مجموع البولز ناقص مجموع الزيروز على ان ناقص ام. انا كتبت لك هنا البولز والزيروز، عندي ما عنديش زيروز، عندي بولز اللي هو الاربع قيم دي. هعمل ايه؟ طول ما في عندي اتنين كومبلكس كونجيجيت يبقى ممكن ما اخدش ايه؟ الايماجن عندي، لان الموجب جي والسالب جي لما اجمعهم بيطيروا بعض، يبقى انا اخد قيم الريال بس يكفي، تمام؟ لان هيديني نفس الناتج لو انت جمعت الاربعه دول، ولو جمعت برضو الريال هيديني نفس الناتج في الحالتين، يبقى اقول 0 سالب 1 سالب 2 سالب 2، حطيت القيم اهي، ده في القوس الاول الخاص بالبولز، ناقص القوس الخاص بالزيروز ما عنديش زيروز بزيرو. هقسمها على ان ناقص ام اللي هي باربعة تطلع القيمة بسالب واحد وربع، بعمل لها اسقاط على الرسم عندي سالب واحد وربع، دي الدلتا عندي. بعد كده بجيب الانجل اوف اسيمبتوت من القانون اللي هنا الخاص بالنيجاتيف فيدباك. عدد الاسيمبتوت اربعة، يبقى انا محتاج اربع زوايا. يبقى ابدا بكي بزيرو، احط كي بزيرو هيديني زاويتين 45 وسالب 45، لان القانون فيه موجب سالب. عندي الكي بواحد هحط في القانون كده يطلع لي الالفا عندي ب 135 وسالب 135 موجب وسالب. يبقى موجب سالب 135 كده عندي اربع زوايا. مباشرة هروح احط الدلتا، الدلتا فين؟ عند واحد وربع، سالب واحد وربع. بحطها على الرسم ايا كان مكانها او ايا كان قيمتها، بحطها مباشرة. هبتدي ارسم، قلنا في عكس عقارب الساعة يبقى زاوية موجبة، ادي 45 رسمت خط، السالب 45 انزل تحت، وفي نفس الوقت هرسم 135 في عكس عقارب الساعة، سالب 135 في اتجاه عقارب الساعه. هنلقى الزاويه اللي 45 والزاويه اللي سالب 135 هنلقى المستقيم على نفس الامتداد، يعني ده عباره عن مستقيم واحد، لان 135 و45 هتديني الزاويه 180، يبقى دي 180، يبقى لازم المستقيم على نفس الامتداد بتاعه، تمام؟ يبقى انا رسمت كده الاسيمبتوت، عندي اربع اسيمبتوت او اربع لاينز بتقول لما لا نهايه. ستيب 5 بجيب البريك اواي والبريك ان بوينتس عن طريق ان انا بجيب دلتا كي على دلتا اس بيساوي 0. بروح للجي اتش، ادي الجي اتش عندي، بروح للكاركترستيك
اللي هي 1 زائد جي اتش بيساوي 0. هقول 1 زائد الجي اتش عندي بعوض، هنقول مباشرة المقام زائد البسط بيساوي 0، تطلع بالشكل ده. أنا عايز الكيف طرف لوحدها، يبقى أودي باقي الترمز كلها بالسالب الناحية التانية. هبتدي أفاضل الكي عندي، لما أفاضل الكي تطلع بالشكل ده، التفاضل بيساوي 0. مباشرة هنا هبتدي أحلل ده، أحلله يطلع عندي 3 قيم عشان اس تكعيب. أول قيمة عندي اس 1 بسالب 39 من 100، هبص كده هل تقع على الروت لوكي؟ اه سالب 39 من 100 تقع هنا، يبقى موجود على الروت لوكي. طب الاثنين دول عباره عن ايه؟ عباره عن كومبلكس، يبقى لازم اعمل تشيك، اروح لازم استدعى قيمه الكي، استدعى قيمه الكي، خلي بالك الكي وليس الدلتا كي، الكي تمام، وابتدي اعوض بالقيم دي، بعوض بحد القيم الكومبلكس كفايه، بعوض هنا، اطلع الكي في الحاله الاولى، اه طلعت مين؟ كومبلكس، الكي طلعت كومبلكس بعد التعويض فيها ريجكتد، عشان الكي تتقبل لازم تطلع موجبه، يعني ما ينفعش تبقى قيمه ريال سالبه غلط، لازم ايه؟ قيمه موجبه، ولو انا عوضت اس اللي هنا دي في معادله الكي هيطلع عندي الكي الجديده هتبقى كونجيجيت للي فوق، تمام؟ يبقى دي برضو ريجكتد عندي، يبقى القيمتين ريجكتد. خلي بالك لما يبقى قيمتين في حاله ان انا بعمل تشيك للبريك اواي والبريك ان والاثنين عباره عن كومبلكس كونجيجيت، يا اما الاثنين يترفضوا مع بعض يا اما الاثنين يتقبلوا مع بعض، تمام؟ مفيش واحده هتتقبل واحده تترفض، لا يا الاثنين يتقبلوا مع بعض يا الاثنين يترفضوا مع بعض. نقطه واحده بس اللي هي اس 1 عند سالب 39 من 100 دي عندي عباره عن بريك ان او بريك اواي بوينت. هنروح على الرسم هنعمل لها اسقاط كده عند سالب 39 من 100، وقتها النقطه دي عندها بريك ان او بريك اواي. طب ابص كده، اه دي واقعه بين بول هنا وبول هنا، يبقى دي مباشره عباره عن بريك اواي بوينت، تمام؟ لان واقع بين اتنين بول، ومعروف ان البول ده بيبقى سهمه كده والبول ده بيطلع السهم منه، تمام؟ لان الاتنين دول ريال، معروف ان البولز اللي بتبقى الريال السهم بتبقى طالعه منها. اما الكومبلكس هنا ده البولز الكومبلكس عندي، السهم هيبقى طالع ازاي؟ يا ترى افقي كده ولا راسي؟ اه دي هنحتاج لستيب رقم 6، يبقى نروح لستيب 6، دي بتبقى في حاله ان انا عايز الانجل اوف ديبارشر اللي هي زاويه الرحيل او زاويه الارايفل بتاعت البولز والزيروز لما تبقى كومبلكس. هنا في المساله بتاعتنا عندي فقط كومبلكس بولز، طول ما عندي كومبلكس بولز يبقى انا هجيب زاويه احدهما، هجيب زاويه ده وزاويه الثاني اوتوماتيك بتتضرب في سالب، يعني اجيب زاويه ده واضربها في سالب يطلع لي زاويه الثاني، يبقى انا اكتفي اجيب زاويه واحد بس، يبقى هجيب زاويه اللي فوق، زاويه اللي فوق ده اعمل ايه؟ بوصله بكل البولز والزيروز اللي موجوده على الرسم، بوصله هنا باخد القيمه دي من النقطه دي هوصلها بكل البولز والزيروز اللي موجوده على الرسم زي ما انت شايف كده. القانون بتاعي اول حاجه هنا ده عباره عن بول برمز له بالزاويه سيتا 1، والزاويه بتتقاس من الاتجاه الموجب لمحور اكس، تبقى كده. طب هنا ده بول برضه تبقى سيتا، وتتقاس وتبقى سيتا 2، تتقاس من دايما من الاتجاه الموجب لمحور اكس. الزاويه هنا قاس كده، شايف من الاتجاه الموجب دايما بقيس كده سيتا 3. ليه سميتها سيتات هنا؟ عشان ده عباره عن بول. طب لو في زيرو هنا دايره، ما هو الزيرو بيتمثل بدايره، لو في دايره اوصل ده بالزيرو، وقتها الزاويه اللي هنا دي تبقاش سيتا تبقى فاي، تمام؟ وبقيسها دايما برضو في اتجاه الموجب لمحور اكس عندي، تبقى دي فاي. القانون العام انت ده عباره عن بول، يبقى بجيب زاويه اسمها سيتا بتاعته، يبقى طول ما هو بول يبقى الزاويه اللي بجيبها بتاعته اسمها سيتا. القانون عباره عن 180 ناقص مجموع زوايا البولز المتوصله معاه، ده كله داخل القوس لان القوس كله مضروب في السالب بره، زائد مجموع زوايا الزيروز اللي متوصله معاه. لو عندي زيرو هنا بوصله وزيرو تاني بوصله، واقيس الزوايا دي تبقى فاي 1 فاي 2، يبقى هنا بجمع الزوايا الزيروز المتوصله مع الكومبلكس بول عندي. يبقى هنا مع الرسم ما فيش زيروز بالتمام، يبقى كده فاي 1 بتساوي زيرو، يعني ما عنديش فاي، يعني الترم ده مش هيبقى موجود. انا محتاج دلوقتي اجيب سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3. سيتا 1 اجيبها ازاي؟ ركز معايا كده، عايز اقيس الزاويه دي، مش هتتقاس بالمنقل، ده انا بجيبها بحساب المثلثات. لو ركزنا هنلقى هنا ده خط افقي، يعني سيتا 1 زائد جاما اللي انا حطيتها دي ب 180، وسيتا 1 بتساوي ايه؟ بتساوي 180 ناقص جاما، لان سيتا 1 زائد جاما بتساوي 180، يبقى سيتا 1 بتساوي 180 ناقص جاما. طب جاما دي اجيبها فين؟ شايف المثلث القائم ده؟ المثلث القائم ده تان جاما بتساوي المقابل على المجاور، المقابل عندي الارتفاع ده كام؟ اه 1، شايف القيمه اللي هنا دي 1، يبقى الارتفاع ده 1 على المسافه دي، المسافه دي 2، خلاص المسافه دي 2، يبقى اقول 1 على 2 بتساوي تان جاما، يبقى جاما عندي تان ماينس 1 1 على 2، وبالتالي هنقول كده سيتا 1 180 ناقص جاما، يبقى 180 ناقص قيمه جاما تان ماينس 1 1 على 2، حسبتها بالاله طلعت بالقيمه دي. هروح بعد كده نجيب سيتا 2 نفس النظام،
سيتا 2 هي الزاوية دي، مباشرة مش عارف اجيبها، يبقى افرض زاوية جديدة اسمها بيتا، يبقى عندي سيتا 2 تساوي 180 ناقص بيتا. طب بيتا عبارة عن ايه؟ تان ماينس 1 المقابل هنا اللي هو 1 على المجاور بتاع المثلث القائم ده، المثلث القائم ده، تمام؟ المجاور عندي هنا من 1 ل 2، المسافة دي عبارة عن 1، يبقى 1 على 1، يبقى مباشرة سيتا 2 بتساوي 180 ناقص بيتا، يبقى 180 ناقص تان ماينس 1، قلنا بيتا التان بتاعتها عبارة عن مقابل على المجاور 1 على 1، تطلع هنا القيمة ب 135. هروح لزاوية سيتا 3 بجيبها ازاي؟ قلنا ان انا بعمل خط افقي هنا بقيس سيتا 3، هيبقى طبيعي هتبقى 90 لان الخط ده هيبقى عمودي على ده، مباشرة يبقى سيتا 3 90. اخد القيم دي اعوض بيها فوق هنا في القانون ده، منها احصل على سيتا، سيتا بتاعت مين؟ بتاعت البول ده، يبقى سيتا هي خاصة بالبول ده، تطلع بسالب 198.4، سالب 198.4، والزاوية بتاعت التاني اللي هنا البول التاني هتبقى عكس اشارة ده، يبقى البول الاول زاويته سالب 198.4، البول التاني زاويته موجب 198.4. ارسم ازاي؟ قلنا طول ما هي سالب تبقى في اتجاه عقارب الساعه، يبقى انا هرسم كده، هاجي كده اعمل خط افقي هنا كده وابتدي اقيس منه سالب 198، خلي بالك سالب 198 اكبر من 180، يبقى اطرح القيمه دي من 180، تمام؟ هتطلع تقريبا 18، يبقى انا كده اقيس 180 اهي، اجي اعدل المنقله عندي واقيس 18 لفوق واعمل نقطه، النقطه اللي اعملها دي خلاص كده ابتدي ايه؟ خلاص يبقى عرفت ان البولز هيتحرك من هنا للنقطه دي، هياخد الاتجاه ده. طب اروح للتاني، التاني زاويته موجب 198، هتبقى في عكس عقارب الساعه، هتبقى في الاتجاه ده، خلي بالك هتبقى اكبر من 180، اكبر من 180 اطرحها من 180، يبقى كده ادي 180، والباقي اللي هو باقي 18 عندي و4 من 10 ببتدي امثله كده، يبقى اعد المنقله عندي واقيس كده 18 في الحته دي واعمل نقطه، يبقى اتجاه البول التاني زي من نقطه، النقطه الاصليه بتاعته من مكانه للنقطه الجديده اللي انت عملتها، هيبقى ده اتجاه، هياخد الاتجاه ده، دي اسمها زاويه الديبارشر عندي، زاويه الرحيل، ان البولز هيبتدي يتحرك فهيتحرك في الاتجاه ده. نروح لستيب 7، انا عايز نقطه التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، بجيبها من الكاركترستيك ايكويشن من ستيب 5، الكاركترستيك ايكويشن بالشكل ده، بروح اعمل راوس تيبل هنا اس اس 4، يبقى اس اس 4 اس تكعيب اس تربيع اس اس 1 اس زي، ببتدي احط المعاملات اس اس 4 معاملها بواحد، باخد المعامل اللي بعده 9 اللي بعده كي، يبقى 9 كي، اس تكعيب معاملها 5 اللي بعده 5 اللي بعده 0، يبقى 5 5 0. هبتدي اجيب القيمه اللي تحت هنا، اجيبها ازاي؟ بفك المحدده في عكس الاتجاه، اقول 5 في 9 ناقص 1 في 5 على 5، يبقى اقول 5 في 9 ناقص 1 في 5 على 5، يطلع القيمه هنا 8. القيمه اللي هنا دي اجيبها ازاي؟ خلي بالك بثبت الكولوم الاول مع باقي العناصر، يعني انا هفك عن طريق الكولوم الاول، يبقى القيمه اللي هنا في ده ناقص 1 في 0 على 5. طيب مش قلنا الكولوم ده في حد بزيرو اللي هو الحد الاخير، يبقى مباشره اخد القيمه اللي فوق تطلع هنا كي. هبتدي افك مين المحدده دي؟ افك المحدده دي اقول 8 في 5 ب 40 ناقص 5 كي على 8 تطلع بالحد اللي هنا، مفيش حاجه ثانيه، بص اضرب 8 في 0 ناقص 5 في 0 يطلع الحد اللي هنا 0، يبقى الحد اللي هنا ده 0. هبتدي افك المحدده دي، يبقى مباشره كي تحتها 0، يبقى تطلع هنا القيمه على طول كي. طبعا عشان السيستم يبقى ستيبل يبقى لازم العمود الاول كله يبقى موجب، نروح للعمود الاول 1 و5 موجبين و8 موجب، يبقى لازم الترم ده يبقى موجب والترم اللي تحت الكي تبقى موجب، الكي اكبر من 0 يبقى خلصنا من دي، باقي دي يبقى اقول 40 ناقص 5 كي اكبر من 0 لان ال 8 في الزيرو طارت، هتبقى عندي الكي اقل من 8 وعندي الكي اكبر من 0، اجمع الاثنين كونديشن مع بعض يبقى الكي اكبر من 0 اقل من 8، وبالتالي بعد كده الانترسكشن مع الجي اوميجا اكسس باخد الاس تربيع، يعني اخد المعامل ده اضربه في اس تربيع زائد الحد المط، طبعا انا جبتها من السلايد اللي فات طلعت 8 اس تربيع زائد كي بتساوي 0، عوض عن الكي ب 8 هتطلع عندي الاس بموجب وسالب جي، وقتها الكي ب 8 عند الكي ب 8 التقاطع بموجب وسالب جي. ممكن احلها بالطريقه الثانيه ان انا بستخدم الكاركترستيك ايكويشن برضه وبشيل اس واحط مكانها جي اوميجا، ابتدي اعوض، بعد التعويض هجمع الريال مع بعض والمجن مع بعض، هقول المجن بيساوي 0، ده عباره عن كوس، هاخد اوميجا عامل مشترك ما طيرهاش، هاخدها عامل مشترك فقط زي ما انت شايف كده، يبقى عندي قوسين مضروبين في بعض بيساوي 0، يبقى احدى القوسين بيساوي 0، يبقى اوميجا بتساوي 0 او القوس ده بيساوي 0. لو القوس ده يساوي 0 يبقى اوميجا موجب وسالب 1. هروح لجزء الريال، يبقى الريال عندي بيساوي 0، احط الكيف لوحدها في طرف لوحدها واودي الجزء ده كله الناحيه اليمين، عندي ثلاث قيم للاوميجا، عوض مره الاوميجا بمين؟ ب 0، عوض الاوميجا ب 0 تطلع بكي ب 0، وعندي لما عوض الاوميجا بموجب وسالب 1 المهم هتطلع في النهايه الكي ب 8، يبقى عندي التقاطع ثلاث مرات مع الجي اوميجا اكسس، اول تقاطع عند الاوميجا 0 وقتها الكي ب 0،
التقاطع التاني عند موجب وسالب واحد وقتها الكي بتمانية، يبقى ده التقاطعات زي ما قلنا عند الزيرو وقتها الكي بزيرو، عند موجب وسالب واحد جي وقتها القيمة الكي بتمانية، ومعروف الكي بتبقى من زيرو لتمانية، تمام؟ لو احنا بصينا مش ده بولز عند الزيرو؟ الكي وقتها عنده بكام؟ بزيرو، وقتها الاوميجا بزيرو، ده أول تقاطع، ده أول تقاطع فعلا من المعادلة اللي أنا حصلت عليه، اللي هو أصلا عند البولز. هبتدي أرسم، أنا رسمت المستقيمات عند الأسيمبتوتس، حطيت نقطة البريك أواي بوينت هتبقى هنا، ركز معايا كده، هبتدي أرسم الزوايا بتاعت الأولاني، السلايد ده بيجمع الرسمة من البداية. هحط هنا الزاويه زي ما اتعلمنا واعمل النقطه وابتدي اقول ده اتجاه البولز، البول هيتحرك في الاتجاه ده. هبتدي احسب الزاويه الثانيه واعمل نقطه واعمل سهم كده، يبقى البولز الثاني هيتحرك في الاتجاه ده. خلي بالك دايما هيبقى في تماثل على الريال اكس، يعني هنا السهم طالع لفوق كده، السهم يبقى نازل كده، هيبقى في تماثل ايدنتيكال. هتلقى، بص ركز معايا كده، هبتدي اضغط هنا هتلقى كل البولز بتتحرك في نفس التوقيت، البول ده هياخد الاتجاه ده يكمل، البولز ده هياخد الاتجاه ده يكمل، الاثنين بولز اللي هنا دول هيكملوا هيتصدموا، اول ما هيتصدموا يحصل ايه؟ واحد يطلع لفوق والتاني ينزل لتحت. هتلقى البولز ده بيمشي مقارب للاسيمبتوت ده، لو لاحظنا تاني هنلقى البولز ده هيمشي مقارب للاسيمبتوت بتاعه، البولز ده هيمشي مقارب للاسيمبتوت بتاعه. بعد التصادم، بعد التصادم هنا واحد هيقرب من الاسيمبتوت ده هيتقابل في ما لا نهايه، والتاني هينزل لتحت يبقى ملامس للاسيمبتوت اللي تحت. يبقى عندي أربعة اسيمبتوت زي ما احنا عملنا في ستيب أربعة، وقلنا ستيب تلاتة عندي كم منحنى؟ منحنى اتنين تلاتة أربعة. عند البولز البداية دايما الكيب زيرو، هنا الكيهات بما لا نهاية عند هنا وهنا وهنا وهنا، الكي تقول لما لا نهاية. نقطة التقاطع دي عند الجي موجب جي وسالب جي، وقتها الكي هنا بتمانية، تمام؟ وقلنا عدد البرانشز أربعة، ده يعتبر برانش. خلي بالك لو أنا عايز أرسم بشيء أكثر من الدقة هروح أخد الكاركترستيك إيكويشن، قلنا نقطة التقاطع اللي هنا عند الكيب 8، يبقى أبدأ من زيرو وأخد الكيب 8 وأخد قيم ما بينهم وأخد القيم أكبر من 8، لأن قلنا بين الزيرو والتمانية ستيبل، أكبر من 8 أنستيبل. وفعلا هنا عند الكيب زيرو هيطلع لي القيم بتاعتي اللي عبارة عن أوبن لوب اللي أنا عملت لها إسقاط في الأول. هغير الكي عندي لغايه 8، هنلقى فعلا كل القيم دي ناحيه الشمال ستيبل. عند ال 8 هنلقى في جذرين الكومبلكس اللي هو ده وده ناحيه الشمال يبقى ستيبل، وعندي جذرين وعين على الجي اوميجا اكس اهو موجب سالب جي، يبقى دي النقطه الكريتيكال عندي اللي هي نقطه التقاطع عندها الكي ب 8. اكبر من 8 عندي السيستم هيبقى يقلب ان ستيبل. ركز معايا كده، بص كده الزيرو والواحد قيمه بتتغير، الزيرو والسالب واحد القيمتين دول مش الاثنين بيتحركوا؟ اول ما يتحركوا يحصل تصادم، ده يطلع لفوق ده ينزل لتحت، اول ما يطلع لفوق لتحت بيبقى الجذرين يتقلبوا كومبلكس، وفعلا اهو زيرو وسالب واحد ريال على ريال اكس، اول ما الكي بقيت باتنين الاثنين اتقلبوا كومبلكس، بص كده بقوا كومبلكس اهو، والاثنين الكومبلكس الاصليين دول مكملين كومبلكس لما لا نهايه، الاثنين دول مكملين كومبلكس لما لا نهايه زي ما انت شايف، اما الاثنين دول هيتقلبوا كومبلكس بعد التصادم، شايف؟ كلهم كومبلكس اهو، تمام؟ وفعلا هنا يبقى ده فوق وده لتحت وهيبقوا الاثنين دايما كونجيجيت، بص كده الاثنين كونجيجيت اهو. ده عشان ابتدي ارسم بشيء اكثر دقه، عشان ارسم يدويا بعمل جدول صغير زي ما انتم شايفين كده. لو انا عايز اعمل القيم واطلع الرسمه بالباتلاب الموضوع سهل جدا طبعا، عندي ترانسفير فانكشن اهي زي ما اتعلمنا قبل كده، بحطها مباشره من مجرد بس ان انا الغي الكي، الغي الكي طبعا، بجيب البول والزيرو على الرسم بزي ماب بالامر ده، ولو عايز الروت لوكس بالشكل ده، او ممكن استخدم نوموريتور دي نوموريتور. خلي بالك هنا لو انا فكيت دي، لو فكيت اللي في المقام هيبقى عندي في النهايه 5 اس ومفيش حد مطلق، يبقى لازم الحد المطلق يتحط بزيرو هنا، يبقى لازم اخد المعاملات بالترتيب، او ممكن اضرب الثلاث اقواس في بعض، يبقى هنا ده معامله 1 4 5 ادي القوس الاول، القوس ده عباره عن 1 1 اهو، دي بداله كونفي طلع ناتج، ان الكونفي ده الناتج ده هضربه مع مين؟ اس، اس يعني واحد والحد المطلق بتاعها زيرو، وكونف بره. طبعا ممكن استخدم الطريقه اللي احنا شرحناها قبل كده، واحنا قلنا الكلام ده تكرارا ومرارا، وبشكركم طبعا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في فيديوهات قادمه، وان شاء الله في كذا فيديو خاص بالروت لوكس انتظرونا، وشكرا جزيلا.